السلام عليكم. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، قلنا ان احنا ان شاء الله هنتعلم الثلاث طرق اللي احنا ممكن نتفرج بيها على الافلام الانجليش ان شاء الله، ونطبق الاسلوب او الاساليب اللي احنا قلناها، الاربع مراحل اللي قلناها المرة اللي فاتت. اول حاجة هنبدأ ازاي نتفرج على الفيلم اونلاين، واقول لكم اسم موقع كويس جدا. النقطة اللي بعد كده هنتكلم ازاي نحمل الفيلم، وازاي نتفرج عليه اوفلاين بالسبتايتل سواء على الكمبيوتر او على الموبايل. ده الموقع اللي احنا هننزل من عليه الافلام، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه مع الفيديو. في كذا طريقه عشان نقدر نبحث بيها على الافلام، ممكن طريقه عشوائيه كده تختار اللي انت عايزه، ممكن تقدر تكتب اسم الفيلم هنا، ممكن على حسب الكانتري زي ما احنا قلنا قبل كده. لازم اتفرج على افلام اكسنت واحده، يعني اللي اتفرج مثلا هنا على امريكان او اتفرج على البريتش، ما ينفعش الاثنين مع بعض عشان الدنيا الاكسنت ما تتلخبطش معايا. في طريقة تانية وأنا بفضلها بصراحة، اسمها الجانر، اللي هي على حسب النوع. في نوع من الأفلام كده اللي هو الأنيميشن، اللي هو أفلام الكرتون، ده بيكون مضمون شوية عن الأفلام التانية، لأن الأفلام التانية بتكون أنكت وممكن يبقى فيها مشاهد كده إيه مش لطيفة، فعشان ما أخدش ذنبك خلينا في الأنيميشن أفضل. مثلا ضغطت على الأنيميشن بختار الفيلم اللي أنا عايزه. في فيلم أنا مجهزه أهو أهو، نشغل كده الفيلم. بس ملحوظة قبل ما نشغل الفيلم، ننزل تحت كده نشوف الدولة بتاعت الفيلم. ده يونايتد ستيتس، ده امريكان، خلاص مفيش مشاكل لو انت مركز على الامريكان. نضغط هنا، الفيلم مفيهوش اي سبتايتل خالص، بضغطة بسيطة بس هنا هنلاقي السبتايتل يشتغل عادي جدا، مفيش اي مشاكل. دي اول طريقه، اللي هي الطريقه الاونلاين سواء على الموبايل او سواء على الكمبيوتر اونلاين. تعالوا نشوف الطريقه الثانيه، اللي هي ازاي نتفرج على الفيلم اوفلاين. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحمل الفيلم بتاعنا، عن طريق طبعا نكون عاملين سيت اب لبرنامج انترنت داونلود مانجر. نضغط هنا ستارت داونلود، هيبدا طبعا الداونلود، نسيبه يتحمل براحته، وبعد كده هنروح لموقع اسمه سابسين، الموقع ده اللي هننزل من عليه السب تايتل. طيب هننزله ازاي؟ هنعمل سيرش على الفيلم، هنضغط هنا وهنختار الفيلم اللي احنا عايزينه، وبعد كده دي كل الترجمات اللي انت ممكن تحتاجها. احنا لا، احنا عايزين الانجليش، اي حاجة هنا من الانجليش مفيش مشاكل، نضغط عليها وبعد كده نعمل داونلود انجليش سب تايتل. بعد ما عملنا داونلود للفيلم وداونلود للسبتايتل، هنفتح الفيلم كده عن طريق ميديا كده اسمها ميديا بلاير كلاسيك، هسيب لكم ان شاء الله هرفعها لكم وتقدروا تحملوها عادي مع الفيديو ان شاء الله. هنفتح الفيلم، طبعا هنا مفيش اي سبتايتل خالص زي ما انتم شايفين. هنضغط هنا على فايل لود سبتايتل، وادي السبتايتل اهو، هنضغط عليه اوكي، كده هنلاقي الفيلم اشتغل عادي جدا بالسبتايتل. تعالوا نروح للطريقة الأخيرة والثالثة، ازاي نتفرج على الفيلم على الموبايل بالسبتايتل. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر نتفرج على الفيلم على الموبايل بالسبتايتل. اول حاجة هفتح برنامج اسمه ميكس بلاير، لو مش موجود عندي اقدر انزله من على جوجل بلاي. هفتح البرنامج وبعد كده هفتح الفيلم، ده الفيلم فتح قدامنا. تعال نقدم شوية، طبعا مفيش اي سب تايتل خالص. كل اللي انا هعمله هضغط على التلات نقط دول واختار سب تايتل، ثم اوبن بس وانزل السب تايتل، هضغط اد، ده خلاص السب تايتل اشتغل معايا. لو سألتوني عن افضل طريقة من وجهة نظر المتواضع التي لا قيمة لها، انا شايف ان طريقه الموبايل هتكون افضل، لان الموبايل موجود معانا في اي وقت سواء بره البيت او جوه البيت. ثانيا ان حضرتك هتتفرج اوفلاين، فهتقدر توفر الباقه بتاعتك ومش هتبقى قلقان على الباقه. ثالثا وده الاهم، ان لو فاكرين ان احنا قلنا اول مره واحنا بنتفرج على الفيلم بنبدا اي كلمه احنا مش عارفينها بنكتبها في ورقه وقلم، ده ممكن يخليني كل شويه اعمل ايقاف للفيلم واكتب الكلمه وارجع تاني للفيلم، لكن هنا هيكون اسرع بكتير. يعني مثلا اي كلمه انا مش عارفها اخد سكرين شوت عن طريق الموبايل بتاعي، وابدا في الاخر اجمع السكرين شوتس دي
بعد ما اتفرج على الفيلم خالص، وده مش هيعطلني تماما. وفي الاخر خالص بعد ما اتفرج على الفيلم كله ببدأ اجمع السكرين شوتس دي وبدخل على موقع كامبريدج زي ما موجود في الفيديو الاولاني. كده خلاص انا خلصت معاكم تجربتي في تعلم الانجليش عن طريق الافلام. ان شاء الله في مرتين كمان هتكلم فيهم على الانجليش، هنتكلم على احسن قناة انا شفتها من وجهة نظري لتعلم الامريكان انجليش على اليوتيوب، واقول لكم ازاي نتعامل معاها بالظبط عشان نوصل لاحسن نتيجة، زائد في طريقة كده لذيذة ازاي احسن الليسننج بتاعي او اتعلم كلمات جديدة عن طريق الاغاني، هعملها فيديو ان شاء الله قريب. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في موضوع جديد. شكرا لكم.